مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان، اعلنت من هنا من ميدان التحدي الشوط السابع للبكار المفاريد مسافة 1500 متر. شكرا لجميع الحضور الكريم، شكرا لمؤسسة الاصايل لسباق الهجن العربية الاصيلة، شكرا لزميلي العزيز احمد بن عزيز البلوي على غدومه بالاشواط الرئيسية وتحديات الاشواط الرئيسية. نلحق المقدمة والصدارة منصور وابراهيم بن حمد النعيمي، من يقدم منصورة في شوط النصر، وتاني الاسماء وصلت الشاهينية ومحمد بن حمد بن كليفيق الهاجري، وتالت الاسماء وصل الظن وحمد بن سعيد بن طفلة المري. ها هي ظن، وهذه هي ظن المميزة بشعارها الكبير وخامس الاسماء، وصلت زعفران وسعود بن عبد الله بن احمد النعيم 600 متر تفصلنا عن خط النهاية بقيادة الظن وسعيد بن حمد بن طفلة المري. ولكن الله، وصلت أسيل وكردي بن محمد بن كردي المنخس، ولكن هنالك الله التحدي 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 مع كردي، وكردي مع التحدي أسيل أسيل، ولكن زعفران وسعود بن عبد الله بن احمد النعيمي. الله يا النعيمي، الله يا التحدي، زعفران زعفران، ولكن وصلت الله، جباره جباره وجبروت لله وسبحانه وتعالى، عبد الله بن صالح الكواري، ولكن طارت زعفران مع الناموس سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي، والمركز الثاني كان من نصيب جباره وعبد الله بن ناصر الكواري، والمركز الثالث المركز الثالث كان من نصيب الشاهينيه محمد بن حمد بن كليفيخ. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ساعه وصول زعفران لخط النهايه، سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي قطعت مسافه 1500 متر في دقيقتين 13 20 جزء. تهانينا لمالكي زعفران على هذا الاداء الجميل.